السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة LCS TV التي هي قناة مختصة في مجال الرياضات القتالية. في هذا الفيديو سأتحدث عن قبول الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر تحدي المقاتل الداغستاني حبيب نورماغوميدوف. فقد ظهر حبيب في فيديو سابق رفقة المدير العام للمايويذر بروموشنز وهو ليوناردو إيلير، وقد وجه حبيب كلامه لفلويد قائلا: هناك ملك واحد في الغابة، تعال نحدد من هو هذا الملك. للمعلومة، فلويد مايويذر خاض 50 نزال بدون خسارة، كذلك حبيب خاض 27 نزال بدون خسارة، وكل منهما يريد إلحاق الخسارة الأولى بالآخر. الشركات كانت تنتظر فقط موافقة المقاتلين، والآن لم يبقى سوى تحديد موعد للنزال فقط. حبيب نشط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الفترة، ويصدر تعليقات في كل مرة، بعضها للمزحة وبعضها جدية. فقد قال لفلويد: لا نلعب في لاس فيغاس لأنهم هناك لا يعطونني أموالي. وبالفعل لم يتم إعطاء حبيب أمواله لحد الساعة، فيما تم صرف الأموال لصالح كونور ماغريكور، وهذا تمييز واضح. من جهة أخرى، عرض 50 سنت الذي يقول أنه سيصرف 2 مليون دولار لحبيب من أجل الانتقال لبيلاتور، تدخل مدير أعمال حبيب وهو المصري علي عبد العزيز، وقال ل 50 سنت: حبيب لن يغادر اليو اف سي بأقل من 50 مليون دولار، خذ سنتاتك واذهب من هنا. رد 50 سنت على علي بتعليق قلل الاحترام على علي، فتدخل حبيب وقال: احترم أخي أرجوك. هنا 50 سنت احترم علي عبد العزيز لإرضاء حبيب نورماغوميدوف، وهنا حبيب بين أن الأخوة والصداقة أهم من الأموال بالنسبة له. من جهة أخرى، كونور ماغريكور يريد نزال ثاني ضد حبيب، وقد تدخل عبد العزيز مرة أخرى وقال لكونور: لا تستحق نزالا ثاني. وهنا يظهر بأن نزال فلويد المقبل أصبح أولوية بالنسبة لحبيب ومدير أعماله. هناك أخبار تشير إلى أن حبيب نورماغوميدوف سيبدأ في تدرب الملاكمة فقط، وقد وجه دعوة للأسطورة الأمريكي مايك تايسون، وكذلك مدرب فازيل لوماشينكو وهو أبوه أناتولي لوماشينكو، لتدريب حبيب استعدادا لمواجهة فلويد مايويذر. كوجهة نظر شخصية، لا أرى أن مواجهة فلويد في الملاكمة ستكون في صالح حبيب. إذا أراد حبيب الفوز، عليه أن يغير قانون اللعبة بعض الشيء، مثلا كأن يتواجه في الأوكتاغون أو قفص القتال المختلط بقوانين مختلفة، مثلا يلعبون ملاكمة لكن بقفازات القتال المختلط وكذلك بدون أحذية. هذا ربما سيقلل من قوة فلويد مايويذر الكبيرة في الملاكمة. هذا لا يعني أن فلويد ما زال قويا جدا في الملاكمة، لكنه يحفظ الحلبة ويعرف قانون اللعبة جيدا، وأيضا متميز جدا في لعب الملاكمة، عكس حبيب الذي يعتمد على ملاكمة القتال المختلط. فهناك اختلاف كبير بين الملاكمة الإنجليزية وملاكمة القتال المختلط. المقاتل في القتال المختلط يلاكم وهو حذر جدا، نظرا لأنه قد يتعرض لضرب بالأرجل وكذلك ضرب في الأرجل، لكن الملاكم في الملاكمة الإنجليزية لا يخاف على أرجله ويلعب بكل حرية، ويعرف أنه سيضرب باليدين فقط. إذن ملاكمة القتال المختلط والملاكمة الإنجليزية مختلفان تماما، ولا أظن أن حبيب قد يجاري فلويد مايويذر. تبقى وجهة نظري أن هذا النزال هو مجرد نزال لحصد أكبر عدد من الأموال لا غير، سواء بالنسبة لفلويد أو بالنسبة لحبيب. فسبق لكونور أن حصد ما يقارب 100 مليون دولار بعد مواجهته فلويد، فحبيب أيضا يمكنه حصد مثل هذا المبلغ أو أكثر. فليس من العيب أن تخسر أمام أسطورة مثل فلويد مايويذر وتربح 100 مليون دولار أمريكي. هذا تقريبا سيغنيه عن أموال اليو اف سي، وكذلك جبروت دانا وايت الذي لم يصرف لحبيب أمواله لحد الساعة.
أحيطكم علما أنه لا يوجد شيء رسمي لحد الآن سوى موافقة فلويد وحبيب، وربما الأمور في طريقها لتحديد موعد لهذا النزال. كل الأخبار أنشرها على حسابنا على الإنستغرام lcs.tv، لذلك أرجوكم تابعوا الحساب الذي سيظهر حالا أمامكم. أيضا لا تنسوا متابعة القناة ووضع إعجابكم للفيديو. سأكون معكم في كل جديد حول هذه القضية إن شاء الله. كان معكم أمين، إلى اللقاء في فيديو قادم.